مور أجمل تحية لكل أوفياء الإذاعة الوطنية. البداية بأخبار بطولة العالم لألعاب القوى في كوبي باليابان في رياضة ذوي الاحتياجات الخصوصية. روعة ليلي تهدي تونس ميدالية جديدة هذه المرة فضية على مستوى رياضة رمي القرص F41 برمية بلغت 34.94 خلف المغربية يسرى كريمة التي تحصلت على الميدالية الذهبية، وبالتالي هي الميدالية الثانية في حصيلة روعة ليلي في هذه البطولة العالمية لألعاب القوى ذهبية في دفع الجلة، واليوم كما قلت رمي القرص ميدالية فضية أيضا على مستوى العدو في 400 متر فئة T37. أمان الله التساوي يهدي تونس ميدالية برونزية بقطعه للمسافة في 57.32% لترتفع حصيلة تونس في بطولة العالم إلى 11 ميدالية، 3 ذهبية 4 فضية و4 برونزية. اليوم بالنسبة لليوم السادس لهذه البطولة العالمية يتواصل برنامج اللقاءات والمنافسات، لأن الحصيلة هذه حصيلة المنافسات على مستوى الحصة الصباحية، تعرفوا فرق التوقيت ما بين تونس واليابان، وفي الحصة المسائية انطلاقا من الساعة 5 مساء بتوقيت اليابان، 9 صباحا بتوقيت تونس سننتظر نهائي دفع الجلة F32 مروة البراهمي في نفس التوقيت ونفس المنافسة سعيد النابلي أيضا في 9:55 بتوقيت تونس، في كذلك نهائي دفع الجلة F46 جيهان عزيز، وفي نهائي سباق المئة متر T53 محمد نضال الخليفي انطلاقا من الساعة 11 صباحا. كل التوفيق لرياضينا في بطولة العالم لألعاب القوى بمدينة كوبي اليابانية. كل التوفيق أيضا نقولوها للترجي الرياضي التونسي ممثل كرة القدم التونسية والرياضة التونسية في الدورة النهائية إن شاء الله نهار السبت ضد الأهلي المصري انطلاقا من الساعة 6 مساء في استاد القاهرة. الترجي سيجري اليوم حصته التدريبية الأخيرة صباحية قبل شد الرحال إلى القاهرة على متن طائرة خاصة. الرحلة من المفروض أنها تنطلق في حدود الساعة 2 ظهرا. بالنسبة للترجي كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني بما في ذلك محمد أمين بن حميدة اللي بشي يشارك في رحلة الترجي مع المجموعة إلى القاهرة إلى مصر، لكن مشاركته مستبعدة جدا في مباراة الإياب أمام الأهلي. الترجي البارح أصدر بلاغ لأحبائه اللي تحولوا بأعداد كبيرة وعلى غرار العادة، يعني مش حاجة جديدة بالنسبة لجمهور الترجي التحول بأعداد كبيرة خارج تونس لمؤازرة الترجي الرياضي التونسي. بلاغ كما قلت يطلب فيه من الجماهير الترجية والتونسية احترام القوانين المعمول بها في الملاعب المصرية والميثاق الرياضي. بالنسبة لبعثة الترجي ستحظى باستقبال خاص من فريق الأهلي المصري، المعاملة بالمثل كما اللي صار في تونس الأسبوع الفارط، ورئيس الأهلي محمود الخطيب باش يكون في استقبال بعثة الترجي اليوم اللي باش توصل إلى القاهرة. في خبر متصل دائما بالترجي الرياضي التونسي والمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستدور فعاليتها الصائفة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا راسلت كل الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية تلزمها بتسوية كل نزاعاتها المالية والإدارية قبل شهر جان في 2025، والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعث دعوة لكل فريق مشارك في كأس العالم للأندية للمدرب وزوز من الهيئة المديرة لكل فريق للمشاركة في حفل سحب القرعة الخاصة بكأس العالم للأندية اللي باش تدور الشهر القادم، عملية القرعة وزيارة الملاعب وطبعا مقر الإقامة بالنسبة لكل فريق وترتيب الأمور لكأس العالم للأندية الصائفة القادمة. دائما في آخر أخبار المواجهة كما تعرف الكل، وإن المخرج المصري اللي يعني أحدث ضجة على مستوى عدم إعادته للقطة كانت تكون يعني منعرج في مباراة الدورة النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي، الحديث في الصحافة المغربية والمصرية عن تغيير مخرج التلفزيوني لمباراة الدورة النهائي إياب اللي بيشتجمع الأهلي بالترجي بمخرج إسباني حتى تتوفر الإعادة والزوايا المناسبة لتحديد اللقطات الحاسمة في المباراة.
كرة القدم في تونس رسميا درب العاصمة على مستوى لقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة إياب لمجموعة التتويج الذي سيجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي. تم تعيينه رسميا يوم الأحد 2 جوان انطلاقا من الساعة 5 مساء في نفس الإطار برنامج الجولة الثالثة، نذكركم اللي تنطلق نهاية هذا الأسبوع نهار 7 25 مايو ماضي 3:30 النجم الساحلي الملعب التونسي، ونهار الأحد 26 مايو 5:30 الاتحاد المنستيري النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة لمباريات الجولة 11 لمرحلة تفادي النزول بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجرى مبارياتها اليوم ويوم الغد، بالنسبة لليوم في الدفعة الأولى ماضي 3:30 مستقبل سليمان مستقبل مرسى بإدارة الحكم يسري بوعلي، اتحاد تطاوين يستضيف اتحاد بنكردان بإدارة الحكم هيثم القصعي، ويوم الخميس يوم الغد نادي البنزرتي يلقاو في الرياضية بقفصة بإدارة الحكم محرز المالكي، نجم المتلوي يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. نعطيكم فكرة عن الترتيب في لقاءات هذه قبل لقاءات هذه الجولة 11، النادي البنزرتي صدارة 22 نقطة، الأولمبي البيجي المركز الثاني 21 نقطة، اتحاد تطاوين 18 نقطة، القوافل الرياضي بقفصة واتحاد بن كردان لكل فريق 16 نقطة، نجم المتلوي 15 نقطة، مستقبل مرسى 12 نقطة، ومستقبل سليمان 9 نقاط. نذكركم اليوم باش تتابعوا مع زميلتي نجوى طالبي في رياضة وأهداف وبقية الزملاء في مختلف الملاعب الدفعة الأولى من لقاءات هذه الجولة انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا. المواعيد تتواصل بالنسبة لليوم على مستوى نهائي بطولة النخبة لكرة اليد لقاء الذهاب في قاعة متعددة الاختصاصات برادس انطلاقا من الساعة 6 مساء، النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي التونسي في لقاء الذهاب كما قلت للدورة النهائي للبطولة الوطنية لكرة اليد. الإياب سيكون يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة 6 مساء دائما في قاعة رادس الترجي، حينها سيستضيف النادي الإفريقي. في الكرة الطائرة الموعد اليوم باش يكون مع مباريات الدور النصف النهائي لكأس تونس انطلاقا من الساعة 5 مساء، الأولمبي الإقليبي الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي النجم الساحلي. في بطولة رولان غاروس الأدوار التمهيدية من أجل الدخول في الجدول النهائي والرئيسي للبطولة التي تنطلق الأسبوع القادم، التونسي عزيز دوغاز بعد ترشح البارح على حساب الفرنسي للدور الثاني في التصفيات سيواجه اليوم العشية في الدور الثاني الإسباني المصنف 226 عالميا دانييل رانكون. كل التوفيق لعزيز دوغاز اللي على بعد زوز مباريات من الدخول في الجدول النهائي لبطولة رولان غاروس للذكور. نهائي الأوروبا ليغ الليلة 8 متاع الليل سيجمع باير ليفركوزن بأتلانتا. نختم به أخبار فلاش سبور لهذا الصباح، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور تسمعوا معنا اليوم، يوم سعيد.